السلام عليكم. دلوقتي عندنا موقعين هنشوفهم مع بعض. الموقع الاولاني بيكتب لي سيناريو، وهنا بيحول لي كلام السيناريو ده لفيديو، تمام؟ فخليني ادخل على الموقع اهوت. ويأدي له بس ايه كلمتين ثلاثة وهو يبدأ يكتب المقالة كلها. اول حاجة هنختار اللغة، ثاني حاجة هنختار التون اللي احنا عايزينها، تمام؟ هل انت عايزها للبلوج ولا عايزها للبراند ولا عايزها لليوتيوب؟ ممكن عايز توصف فيديو معين، فيديو ديسكريبشن، فيديو ايديا، تمام، كول تو اكشن، بيزنس ايديا، كل الحاجات دي ممكن تعملها، تمام. انا هقول له هاو تو ترافل اراوند وورلد 3، تمام. نمبر اوف فاريشن خليها 3، وهنا ماكسيمم كرييتيف ليفل. هو يبدأ يعمل لي ملف للمعلومات اللي عايزها. الموقع اسمه RYTR، تمام. كتب لي مقالة كاملة اهوت انترودكشن، تمام. ممكن تيجي هنا وتقول له خليها لي باراجراف او ريفريس، يعني اكتبها لي تاني. انا اعمل لي طيب، هقول له خليها باراجراف او كونتينيو ريتراينج، وفي حاجات اهوت يبدأ بقى يكتب لك بالشكل دوت. طيب هو كتب لك هو الكلام كله، هاخد الكلام كده كوبي واطلع على ستيف اي اي. يبقى انا عندي RYTR ده اللي هكتب منه المقالة، وهاجي هنا ستيف اي اي، فبيقول لي انت ممكن تعمل سكريبت تو لايف فيديو او بلوك تو لايف فيديو او فويس تو لايف فيديو. فاقول له انا عايز سكريبت تو لايف فيديو. انيميشن فيديو مثلا، فيديو ريت، الكاتيجوري، تمام، التايتل. تقدر تختار بقى اللي انت عايزه، وهديله بقى الكلام ده كله. هو يبدأ يعمله لي على كذا سطر، تمام. طيب هنا كان سطرين، فقلت له قسمهم لي بالشكل دوت، تمام، على اساس الجمله بس ما تبقاش طويله. ممكن اروح واخدها واروح قايل له ايه، زود لي سطر كمان بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن اقول له اوتو هايلايت واوتو فويس، وابدا اختار بقى الصوت. Hello, I am Joanna from... تمام، هو كده اخترنا الصوت. هنا بيتكلم عن ايه؟ هاو تو ترافل اراوند اهوت، وانيميشن فيديو، والسورس اول نيكست. هو الحد الاقصى بتاعي 200 كلمه. بيقول لي بقى اختار الشكل اللي هتعمل عليه الفيديو، فممكن اختارها مثلا بالشكل دوت. هيبدأ بقى يعمل لي الفيديو. يبقى انا لا كتبت السيناريو ولا تعبت في عمل الفيديو، تمام، وطلع لي فيديو ممكن ارفعه على اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. عمل لي الفيديو اهوت، اقدر ان انا اشغله. How to travel around the world for free. Introduction, the motivation, downsides, and methods you need to know to live your dreams and live your life. X times, what is motivation? And what are the downsides? Where are the best places to go on vacation that are close by or don't re- How to travel around the world for free. Introduction, the motivation, بكل بساطة قدرنا ان احنا نعمل فيلم فيديو زي ما انت شايف، ما بذلناش في اي وقت خالص، تمام. مجرد خلينا برنامج يعمل لنا سيناريو وبرنامج تاني يعمل لنا الفيديو. بعد كده هقول له بابلش. تقدر تعملها داونلود او تقدر ان انت تحطها
على وسائل التواصل الاجتماعي زي ما انت شايف.